حياكم الله أحبتي المشاهدين. مشروع طريق التنمية أو القناة الجافة يعتبر من أهم المشاريع التي ستحقق المنفعة للعراق وللعالم، وهو يمثل نتاج حراك العراق الخارجي في الفترة الأخيرة. لذا ارتئينا بحلقتنا لهذا اليوم من ليش لا نناقش هذا المشروع المهم والذي هو يعتبر حديث الشارع العراقي في الفترة الأخيرة. طبعا مشاكل وأسباب وتفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها سويا، انه ليش لا مكان هذا المشروع موجود في السنوات السابقة اذا كان هو فعلا سيحقق منفعة ويعتبر طفرة اقتصادية كبيرة ومهمة للعراق. ليش لا مكان هذا المشروع انه نعمل عليه جاهدين وبأسرع وقت ممكن حتى ينجز. تفاصيل كثيرة كيف سنتعرف عليها سويا، لكن قبل ان نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. مشروع طريق التنمية يعد العصب الجديد للاقتصاد العراقي الذي يعمل على جذب دول المنطقة للمساهمة فيه، حيث سينطلق من ميناء الفاو يمر بعشر محافظات ومنه إلى الحدود التركية وصولا إلى القارة الأوروبية ليكون رابطا بين الشرق والغرب. تبلغ تكلفة المشروع أكثر من 17 مليار دولار، وتكون فترات إنجازه على ثلاثة مراحل بالتزامن مع اكتمال ميناء الفاو الكبير، وسيتم إنجاز المرحلة الأولى عام 2028، وسيكون الخط السككي والطريق السريع جاهزين لخدمة الداخل العراقي أو باتجاه أوروبا عبر تركيا، وأن المرحلة الثانية ستنجز عام 2038 والثالثة عام 2050. سيساهم في إنعاش تجارة البينية ويزيد من حجم التبادل التجاري الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط النقلية بين العراق ودول المنطقة. ويتضمن المشروع فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات، ولهذا احتضنت بغداد السبت مؤتمراً لوزراء النقل في دول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مشروع طريق التنمية، حيث سيشكل طفرة نوعية في البنية الاقتصادية والتجارية للبلاد. وبحسب مختصين، المشروع سيحقق قفزة مهمة على مستوى توطين الصناعات عبر إنشاء المدينة الصناعية التي ستكون إحدى ركائز المشروع. إذن أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير أن ربط الفاو بتركيا يعتبر مشروع استراتيجي كبير ومهم جدا لا يمكن إحصاء فواده بالنسبة للعراق، لأن هو سيحول البلاد إلى نقطة نقل كبرى للدول الأوروبية بعد تركيا. هذا المشروع يمثل هو حلم للعراق والعراقيين، باعتبار أنه هذا المشروع هو بفوائد كثيرة راح يستفاد منها العراق، بالتالي راح يحقق طفرة نوعية بالنسبة للعراق وراح ينهض به ويعود إلى الواجهة ويكون هو من يعني من ضمن أفضل الدول. طبعا هذا المشروع أكدت به وزارة النقل في لقاءات سابقة أنه هو يعتبر مردود مالي كبير لخزينة الدولة، وهذا جدا مهم. هذا راح يحاول أنه يساعد على مساعدة اقتصاد العراق والنهوض به من جديد، بالتالي راح يحاول أنه يعمر البلاد من جديد وراح ننهض من جديد، بالتالي راح العالم والمواطن راح يستفاد من هذا الموضوع جدا مهم، باعتبار أنه مشروع طريقة التنمية هو يعتبر أقرب نقطة للحمولات البحرية، وهي نقطة جدا مهمة. وللعلم أنه مشروع طريق التنمية لا يتحقق إذا ما كان موجود ميناء الفاو، والعكس صحيح، أيضا ميناء الفاو لا يحقق يعني مردود الاقتصادي ومشروع هذا المهم ما يتفعل بصورة صحيحة إذا ما كان موجود طريق التنمية. هذا حسب أصحاب الاختصاص وتحليلاتهم للموضوع. بالتالي هذا الموضوع يعول عليه العراق والدول المجاورة، باعتبار أنه هذا المشروع هو سيختصر من الوقت والثمن وتفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها تباعا بحلقتنا لليوم. هذا المشروع كان موجود في السابق وتكون هناك نقاشات وحوارات، لكن بتسلم السيد محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء عمل جاهد على النهوض وتحديد النقاط السلبية بكل المشاكل التي يعاني منها العراق، بالتالي شخص السلبيات ويعمل جاهدا لمعالجتها والنهوض بها من جديد. يعني شاهدنا بالحلقات السابقة كان إلى جولات يعني كبيرة وكان إلى مشاريع
كانت متوقفة ومتلكة، عمل عليها وعمل على الإسراع من إنجازها وتفاصيل كثيرة، والآن يقف على مشروع طريق التنمية ويعمل جاهداً في سبيل إنجاح هذا الطريق الذي فعلاً سيحقق منفعة كبيرة ومردود اقتصادي كبير للعراق. طبعاً مشكور على هذه الجهود المبذولة وعلى كل المساعي اللي يسعى إليها في سبيل أن تحقيق عيشة آمنة للعراق، باعتبار أنه إذا تحقق هذا مشروع طريق التنمية هو سيكون هناك أمن يعني، ويكون هناك استقرار سياسي، يكون استقرار في الوضع الاقتصادي، تفاصيل كثيرة أكيد. هذه التفاصيل نتعرف عليها أكثر من أصحاب الاختصاص، لكن السؤال اللي يطرح الآن، إذا هذا المشروع بهذه الأهمية الكبرى ليش ما كان موجود في السابق؟ ما هي الأسباب اللي أدت إلى تلكؤه، بالتالي الآن بدأت مراحل أنه نوعا ما يرى النور؟ نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي مشروع التنمية وطريق التنمية واحد من أهم المشاريع التي يخوض فيها العراق قمار الاقتصاد العالمي وينافس كبريات الدول العالمية في هذا المجال بعد الولوج في ميناء الفاو الكبير. هذا المشروع العملاق والكبير والذي يمتد لمسافات بحدود 1200 كيلومتر من السكك الحديد والطرق البرية السريعة. الحقيقة ليس هناك تأخير في هذا المشروع، لأنه منذ 2022 بدأنا بالتعاقد مع الشركة الإيطالية الاستشارية للبدء بدراسات الجدوى، الجدوى الأولية والثانوية، وسلمت الدراسات في موعدها المحدد، وتمت المصادقة على المخطط النهائي أو الطريقة التي سيسلكها هذا المشروع. إلا أن اهتمام دولة رئيس الوزراء منذ استلامه الحكومة الجديدة وإعطائه زخما قويا، كذلك الدور الفعال والمحوري لمعالي وزير النقل في إنضاج هذا المشروع وإخراجه إلى النور، جعل هذا المشروع واحد من أهم المشاريع التي سينفذها العراق في الداخل العراقي وكذلك في المنطقة. لذلك نلاحظ هذا الاهتمام الدولي بهذا المشروع وهذا الحضور الدولي في مؤتمر طريق التنمية هذا اليوم الذي جرى برعاية دولة رئيس الوزراء، وحضور 10 دول من دول الجوار والجوار القريب، كذلك منظمة مجلس التعاون لدول الخليج، وأيضا الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، يعكس مدى الاهتمام المحلي والدولي والإقليمي بهذا المشروع. ونلاحظ مستوى الحضور ومستوى الاهتمام وأيضا التغطيات الإعلامية لهذا المشروع، كل هذا دلالة على أن العراق بهذا المشروع سينتقل نقلة نوعية ويدخل عالم الاقتصاد العالمي من أوسع الأبواب، إذ أن باكتمال ميناء الفاو ومشروع طريق التنمية بشقيه السكك الحديد والطريق البري سيكون واحد من أهم الممرات العالمية للبضائع والسلع، وكذلك إقامة يعني تجمعات صناعية وتجمعات حضارية كبيرة. لأن المشروع مشروعين، مشروع ميناء الفاو وكذلك طريق التنمية، ليس مشروع نقل أو انتقال بضائع بالترانزيت فقط، وإنما يتضمن إنشاء مدن صناعية ومناطق تبادل تجاري وموانئ جافة، وكذلك إنشاء صناعات نفطية وصناعات بتروكيماوية وأيضا باقي الصناعات، إذ أن هذا المشروع سيتكون إضافة إلى الطرق البرية والسكك، سيشمل أيضا مد الكيبل المحوري الدولي الناقل للبيانات الإنترنت من أوروبا باتجاه دول الخليج، وكذلك سيكون ممرا للطاقة عبر مد أنبوب للغاز لتصدير الغاز العراقي مستقبلا باتجاه تركيا والدول الأوروبية، وبذلك سيكون هذا المشروع حزمة اقتصادية متكاملة ينشط كل الاقتصاد العراقي ويبعده عن اقتصاد الريع النفطي، وكذلك سيكون بوابة لكل دول المنطقة ويكون ممرا تجاريا عالميا، وهذا هو أفضل ما يمكن أن يقدمه للشعب العراقي من إمكانيات وبنى تحتية، ويخلق مدن جديدة في مناطق غير مهولة بالسكان وبعيدة عن التجمعات السكانية الحالية، ويخلق فرص عمل لعشرات بل مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي.
طبعا النقل الجوي والنقل البحري لا يعتبر كافي في الفترة الأخيرة بسبب الانفتاح على العالم الآخر، بسبب نقل البضائع بصورة كبيرة، بسبب أنه كان في السابق ما كان مثل الآن الاستيراد والتصدير وتكون بحمولات كبيرة وأعداد كبيرة وتفاصيل كثيرة لا تعد ولا تحصى. لكن الآن لابد أنه يكون هناك ربط بقناة جافة تكون هي أقصر، تقلل من وقت نقل الحمولة، من ثمن النقل، تفاصيل كثيرة. لكن لابد أن تكون هناك ربط دول مجلس التعاون الخليجي بهذه القناة الجافة، فارتأوا أنه العراق هو أفضل نقطة، والعراق بسبب موقعه الجغرافي وبسبب التفاصيل اللي يتمتع بها لابد أن تكون هناك قناة جافة من خلال العراق. هذه القناة الجافة أو مشروع طريق التنمية هو من المشاريع المهمة، باعتبار أنه هذا المشروع هو طبعا سينجز على ثلاث مراحل، بداية بسنة 2028 المرحلة الأولى، والثانية في 38، والثالثة انتهاء بالمشروع بالكامل هو بسنة 2050. إذا جينا تحدثنا عن تكلفة المشروع فهو سيكلف تقريبا تكلفته تصل إلى 17 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير، بالإضافة لأنه جزء منه مخصص تقريبا 10 مليارات دولار تقريبا لشراء القطارات الكهربائية وتفاصيل كثيرة، والمتبقي هو لمد سكك الحديد اللي بطول تصل تقريبا إلى 1200 كيلو متر. إذن بحسب أصحاب الاختصاص وحسب ما يصرح من أغلب أصحاب الاختصاص أنه هذا المشروع سيعود سنويا بمبالغ مالية وأرباح تصل تقريبا على حسب التقديرات الأولية بأكثر من 4 مليارات دولار، وهذه جدا مهمة وجدا تكون بها منفعة كبيرة للعراق فعلا، بالإضافة إلى أنه هذا المشروع هو مثل ما سيحقق يعني طفرة ونوع يعني طفرة نوعية باقتصاد العراق. بالتالي هذا المشروع يحتاج إلى شركات عالمية وشركات ضخمة أنه هي تعمل جاهدة من أجل إتمام هذا المشروع. فإحنا وياكم نريد نتعرف على الشركات المرشحة لإتمام هذا المشروع، ما هي الشركات، كم شركة تقريبا، هل سيكون مثل ميناء الفاو شركة واحدة أو اثنين هي اللي تعمل على إنجاز المشروع أم أكثر، لأن بتعدد الشركات راح تكون هناك سرعة بالإنجاز. فتعالوا إحنا وياكم نتعرف ما هي الشركات المرشحة أو شلون ستكون طريقة أو آلية العمل على هذا المشروع، نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. للتنمية سيبدأ العمل به بعد إكمال التصاميم الأولية والنهائية، وستكون هنالك مناقصات دولية، كما أن هذا المشروع عملاق ويمتد إلى مسافة طويلة 1200 كيلومتر سكك حديد و1200 كيلومتر طريق بري سريع، وبالتأكيد سيطرح إلى مناقصات دولية، كما أن هنالك عروض لأكثر من 30 شركة عالمية تتنافس لتنفيذ هذا المشروع الكبير والعملاق، والاختيار سيكون بالتأكيد على الشركات الأفضل، وخصوصا إذا كانت هنالك أعمال مماثلة لهذه الشركات والأكثر كفاءة وخبرة في تنفيذ مثل هكذا مشاريع استراتيجية. كما أن هنالك دراسة تقتضي بتجزئة المشروع إلى 15 جزءا، مما يتيح تنافس أكثر للشركات ويساهم في إعطاء فرص للمشاركة فيه. علما في حال البدء بالتنفيذ ستكون مراحل التنفيذ بالنسبة للخط السككي من الجنوب باتجاه الشمال، أما ما يخص الخط البري فسينفذ من الشمال باتجاه الجنوب لتجنب وجود أي تقاطع أو مضايقات أثناء التنفيذ، وحقق انسيابية أكبر في مراحل إنشاء الخطين.
المشاهدين تعالوا نتعرف احنا وياكم على فوائد مشروع طريق التنمية. اول فائدة يحققها هو انه هذا المشروع بمراحله الاولى سيوفر اكثر من 100 فرصة عمل للمواطن العراقي، وهذه حقيقة بشارة خير، والكل يعني راح يستفاد منها. كل مواطن عراقي حلمه انه يحصل له على وظيفة، يحصل له على شغل مستمر، يحصل له على انه عيشة كريمة ويوفر عيشة كريمة له ولعائلته. طبعا للعلم حسب اصحاب الاختصاص انه هذه بداية، او حسب التقديرات ممكن تصل الى اكثر، ممكن عندما ينتهي المشروع يصل الى اكثر من مليون الى مليونين فرصة عمل، وهذه جدا مهمة. بالإضافة أنه هذا المشروع أيضاً هو للعلم أنه يمر بعشرة محافظات عراقية، أو أكثر من عشرة محافظات عراقية حسب ما يقال، من 10 إلى 14 محافظة. بالتالي هذا المشروع سيحقق وستكون هناك مدن صناعية، مدن صناعية، وتكون هناك سكنية، تكون النقطة الحقيقة المختارة لإتمام هذا المشروع تكون من ناحية الصحراء. بالتالي هذا سيكون الأرض لاستصلاح الأرض طبعا للزراعة وللصناعة وللتجارة. للعلم أنه هذا المشروع هو سيحقق فائدة كبيرة، أنه باعتبار أنه بإتمام هذه المشاريع وتكون هناك مطارات، تكون هناك استثمار، هذا سيحيي بعض المناطق اللي كانت مهملة واللي كانت هي أثر الحروب وغيرها من التفاصيل، فهذه جدا مهمة. يعني تكون أيضا مثل ما ذكرنا بشارة خير وبوادر خير. من النقاط الأخرى اللي تسعى إليها هو أنه هذا القناة الجافة وهذا المشروع هو مهم أيضا لسبب مثل ما ذكرنا قبل قليل، وقلنا أنه راح نوضح التفاصيل، أنه سيقلل مدة نقل البضاعة. يعني شلون؟ أنه مثلا عندما تنقل البضاعة من الصين من شنغهاي إلى ميناء روتردام، ومن بعدين إلى تركيا وغيرها، وتصل إلى الوجهة اللي ذاهبة إليها هذه البضاعة، تكون مدة النقل تصل تقريبا إلى 33 يوم. هذه مدة كبيرة جدا، بالإضافة أن الطرق اللي تمر بها هذه الحمولات هي بطرق تكون وعرة بجبال بتفاصيل كثيرة، ممكن أنه هل يعني تحافظ الحاوية على بضاعتها أم لا بعد يمهم. الفرق بين أنه إذا مر هذا المشروع أو هذه الحمولة من عن طريق ميناء يعني الفاو ومن ضمنها إلى قناة يعني الجافة، فسيقلل الوقت، يعني من شنغهاي إلى ميناء الفاو إلى قناة الجافة ومن بعدها إلى الدول الأوروبية وإلى تركيا، يعني والدول الأوروبية، ستكون مدة النقل هي تصل إلى 15 يوم. يعني فرق بالأيام بصورة كبيرة، يعني يصل إلى الفرق إلى 2 أسبوع تقريبا، وهذه جدا مهمة تسعى إليها كل الدول. كل دولة تحب أنه هي تصل بضاعتها بأسرع وقت حتى ما تتلف، حتى أنه تكون مصدرة أكثر عدد ممكن، وهذا الطريق طبعا راح يكون من وإلى، يعني ترانزيت، يعني أنه المشروع يكون هو جدا محقق فائدة وأرباح كبيرة. بالتالي مثل ما ذكرنا أنه هذه جدا مهمة، وبالإضافة إلى أنه هو سيقلل من ثمن نقل البضاعة، وهذه جدا مهمة. الفائدة الأخرى اللي ستعود بها إلى العراق حسب أصحاب الاختصاص أنه في العراق ستقل أسعار البضائع، يعني عندما نتبضع أي بضاعة مستوردة راح يقل ثمنها، باعتبار أنه أوريدي هذه الحمولة سترسى بميناء الفاو، يعني راح تقللنا من تكلفة الجمارك والضريبة ونقل والشاحنة على يعني حساب الخاص وتفاصيل كثيرة. فنتأمل خير إن شاء الله بهذا المشروع، ونتمنى من الجهات المعنية وكل الأشخاص والدول أنه تسعى جاهدة حتى نأمن هذا المشروع اللي فعلا هو الكل راح يستفاد من عدم مو فقط العراق. فالسؤال هنا أحبتي المشاهدين، هل مشروع طريق التنمية سيزيد من كفاءة الاقتصاد العراقي أم لا؟ نشوف الجواب احنا وياكم وراجعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بطريق التنمية وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد العراقي مهم جدا. ميناء الفاو من المشاريع العملاقة والاستراتيجية على مستوى الشرق الأوسط. هذا المشروع حقيقة اهتمام دولة رئيس الوزراء وإعطاء أولوية في الإنجاز ومتابعة الإنجاز العمل يحتوي بشكل عام وضع إيجابي ومشجع في نفس الوقت. هذا أيضا تنمية عندما يكون هناك اتفاق
عراقي خليجي تركي، أيضا هذا يعتبر عامل رئيسي ومشجع إضافي مضاف آخر إلى مشجعات كثيرة. في توقعاتنا هذا المشروع عندما يكون موقع باتفاقات من دول الخليج والعراق وتركيا، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيكتبه النجاح والأهمية لهذا المشروع. المشروع بمجموعة من النقاط الإيجابية، أولا هو ما يتعلق بنقل البضائع على مستوى الخليج راح يكون مهم وله دور إيجابي على البضائع المستوردة والمصدرة من أوروبا وإلى الخليج وبالعكس إلى الخليج. عندما تكون هناك منافذ بحرية للمستوردة البضائع المستوردة للخليج عن طريق المنافذ البحرية من أوروبا إلى الخليج لا يقل عن 43 يوم حتى تصل بضاعة وبكلف عائلة. عندما يكون هناك الطريق التنمية وأيضا المقصود بها ميناء الجاف العراقي ونقل البضائع من محافظة البصرة إلى أوروبا عن طريق اسطنبول وإلى أوروبا لا يستغرق نقل البضائع أكثر من 14 يوم إلى 17 يوم كحد أعلى، وفي نفس الوقت أيضا كلفة أوطى وأقل ما تنقل البضائع للخليج عن طريق البحري. في اعتقاداتنا هذا المنفذ وهذه التنمية سوف تكون رافد أساسي ورافد يعني ثاني يدعم الرافد الاقتصادي الموازنة العراقية، بحيث لا توقعاتنا لا يقل عن 250 من 200 إلى 250 مليار دولار سنويا، وأكيد هذا راح يكون عامل إيجابي عن الموازنة العراقية والمودودات إيجابية للشعب العراقي. حقيقة عندما يكون هناك دعم خاص من دولة رئيس الوزراء لهذا المشروع وإنجازه بالشكل بالصورة الصحيحة، نعتقد أيضا أنه سوف خلال عام أو عامين الشعب العراقي بشكل عام حيشعر بمردودات الإيجابية من خلال هذا الميناء الجاف. وكذلك أيضا في حساباتنا الاحتيادية ونعتقدها أنه سوف يوفرنا فرص عمل لا تقل عن من 150 إلى 250 ألف فرصة عمل، وهذا سوف يكون عامل مشجع أيضا لتقليص البطالة وتوفير فرص عمل، وهذا نعتبر عامل إيجابي أيضا يدعم الشعب العراقي بشكل عام. كذلك عندما تكون هناك ارتباطات منشآت صناعية جديدة أكيد راح يكون مشجع لهذا، وفي نفس الوقت أيضا أكيد راح توفر فرص عمل أكثر. أكيد سوف نصل إلى حد المقبول بمستوى حد المقبول إلى البطالة في العراق. لذلك السبب يعتبر من المشاريع المهمة والعملاقة والاستراتيجية. في نفس الوقت أيضا دول يعني الإقليمية سوف تأخذ في نظر الاعتبار مصالحها الخاصة. عندما يكون هناك ارتباط استراتيجي من مصالحها بمصالح العراق وبالخط الناقل، أكيد راح تحافظ على استقرار الأمن وتحافظ على استقرار العراق، وهذه نقطة أيضا مهمة فيما يتعلق باستقرار الأمن العراقي بشكل عام. لذلك السبب نحن كرجال أعمال في مناسبات عديدة ولقاءات عديدة مع دولة رئيس الوزراء الحالي والسابقين، تكلمنا على أهمية ميناء الفاو الكبير
وتكلمنا على أهمية الميناء بتوفير عمل العاطلين، وكذلك تكلمنا على دوره في دعم الموازنة العراقية، بحيث أنه لا تقل عن دعم الموازنة عن أهمية عن دعم النفط، ولذلك السبب سوف يكون عامل مشجع وأيضا تقوية الاقتصاد العراقي بشكل عام. كذلك سوف يدعم القطاع الخاص ويساهم، والقطاع الخاص سوف يساهم مساهمة كبيرة ومباشرة بالمواني. تعرفين أنه الأرصفة الحالية المخصصة والمتوقعة أن تنجز في ميناء الفار الكبير هو لا تقل عن 100 رصيف، وهذا يعتبر من موانئ عملاقة والاستراتيجية على مستوى العالم. لذلك السبب أهميته كلش كبيرة جدا، ولا ننسى أيضا موقعه في رأس الخليج العربي. هاي عوامل كلها مشجعة، وإن شاء الله سوف يكون هناك نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، وأيضا نقلة نوعية خاصة جدا ما يتعلق في رفاهية المجتمع العراقي، ما أكدنا وعززنا تأكيدنا بمقترحات وبمساهمات عديدة تهم ميناء الفار الكبير، وعليه يعتبر الميناء خطوة إنجازة، خطوة استراتيجية وعملاقة تهم الشعب العراقي بدون استثناء. تحياتنا إلى رئيس الوزراء واهتمام رئيس الوزراء، واهتمام أيضا الإعلام بنشره وتثقيف على هذا الميناء ودور التنمية ودوره في توفير فرص العمل ودوره في دعم الموازنة العراقية. كل هاي عوامل مشجعة ومفرحة للشعب العراقي. طبعا أحبتي المشاهدين، عندما تم هذا المشروع كانت هناك طبعا مداولات، وكان هناك اجتماعات، وهناك يعني سفر لوزارة النقل العراقية وللسيد رئيس الوزراء، وكانت هناك مباحثات طويلة وعديدة من أجل إتمام هذا المشروع. ولهذا تقرر أنه يعقد اجتماع، وعقد اجتماع في السبت الماضي. كان هذا الاجتماع هو للتعريف بمشروع الطريق التنمية والإعلان عنه، بالتالي كان بحضور 10 دول، وكان من ضمنها سوريا والأردن وإيران ودول مجلس التعاون الخليجي. يعني كان هناك دارت عدة نقاشات وعدة تفاصيل، بالتالي هاي جدا مهمة وتدرس الموضوع بأدق التفاصيل. فإحنا نريد نعرف إحنا وياكم ماذا دار بهذا الاجتماع، شنو اللي صار، شنو التفاصيل، شنو النقاط اللي شخصوها، شنو السلبيات وإيجابيات، مدخلات ومخرجات الاجتماع. نتعرف سويا إحنا وياكم بهذا الجواب وراجعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عقد مؤتمر لدول جوار العراق، وهذا المؤتمر ضم وزراء نقل هذه الدول وممثل عن البنك الدولي والأمم المتحدة والشركة الإيطالية الاستشارية المسؤولة عن دراسة مخططات طريق التنمية. المؤتمر يدور حول طريق التنمية ومدى أهميته للمنطقة وأهمية تحقيق التشبيك الاقتصادي وربط السككي بين دول المنطقة مع دول العالم. هذا الطريق يبدأ من ميناء الفاو وينتهي إلى مدينة روما الإيطالية. هناك رغبة لدى الكثير من دول الجوار بالانخراط في هذا المشروع، خصوصا تركيا. وقد جرى أثناء المؤتمر تقديم برزنتيشن عرض حول هذا المشروع وأهميته، ومناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة به. ثم أبدى الحاضرون كل واحد منهم ملاحظاته ورغبته، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة هذا المشروع ومدى مساهمة كل دولة من هذه الدول بهذا المشروع، سواء رغبتها بالارتباط عبر الخطوط الثانوية التي ستتفرع من هذا المشروع، أو رغبتها بالاستثمار ضمن هذا المشروع أو المشاريع الثانوية التي تبنى على هذا المشروع. هذا المشروع لأول مرة يدخل خطوط
سكك بسرعات 300 كيلو متر بالنسبة للمسافرين بالعراق، و160 لأسعار البضائع. هناك 15 محطة تنصب على هذا الطريق، يمثل خطوط سكك وطرق نقل سريعة وطرق نقل بضائع وأشخاص. سيؤدي إلى إيجاد نظام بنى تحتية حديث في العراق، يشمل مطارات وموانئ وجراجات وسكك حديدية. يتأمل العراق أنه سيجني 4 مليار دولار عند عمل هذا المشروع في 2028، ويوفر أكثر من 100,000 فرصة عمل. ثم لاحقا مع تطور العمل يتأمل العراق أن ترتفع الأرباح إلى شكل أكبر. جرى الاتفاق أنه تشكل لجنة ويتم مناقشة تفاصيل هذا المشروع بين دول الجوار، واقترحت سفير دولة الإمارات أن تشكل لجنة أخرى تنسق مع لجنة الربط السككي الخليجي، وأن يتم التنسيق من أجل التحاق دول الخليج بهذا الطريق لاحقا. وانتهى المشروع بهذه المقررات والاتفاق على هذه المقررات. أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز على بعض النقاط المهمة، ومحصلة الحلقة هي أنه مشروع قناة الجافة هو مشروع مهم ويجب أن يتم بأسرع وقت ممكن. هو مهم للعراق وللمنطقة بأسرها، بالتالي سيعود بالمنفعة للعراق ويعزز من مكانته المهمة في دول المنطقة والعالم. بالإضافة إلى النقطة الثانية، أن هذا المشروع هو سيوفر آلاف فرص العمل اللي هي ستدفع بعجلة الاقتصاد العراقي، ويجب أن نتعاون ونتكاتف ونكون إيد واحدة من أجل أن يتم هذا المشروع وأن يحقق مراده، بالتالي أن هي المنفعة ستعم على الجميع وتعم على العراق بالدرجة الأساس. أحبتي المشاهدين، لهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.